السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد على قناتكم مطبخ أم فايزة. رمضان كريم، تصوموا إن شاء الله بالصحة والهنا والرزق وراحة البال. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال يا رب. اليوم غنتقاسم معكم فطوري بيتزا بطريقة مختلفة، وما نساوش التحلية اللي ديما في آخر الفيديو، وما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج، هذا فضلا وليس أمرا. وبلا ما نطول عليكم أكثر، أراك الحداقة على بركة الله. أول حاجة غنبدأ بها اليوم هي الحريرة. غسلت المعدنوس شفته من قبل وغنقردو مزيان، غندير ليه تقريدة صغيرة. بعد ما قردتو درتو في الكوكوت ودرت معاه كمية الحمص. واليوم حريتي حريرة بلا طريفة الحيمات، غيب العظيمات. درت عظيمات بقريين وغنقرد الكرافس اللي منقي ومغسول من قبل. كنقردو مزيان باش ما كيبقاش يجي باين بزاف في الحريره. درتو في الكوكوط وغندير مطيشه اللي طيبتها من قبل، كندوزها في الطحانه ديال اليد. سكبتها في الكوكوط ودرت شويه الملح على حسب الذوق، وغنقرد نص بصله صغيره مشلضه. كنشلضها مزيان باش ما كتبقاش باينه. دوزتها في الكوكوط ودرت شويه الزعفران شويه البزار وسكينجبير وزيت المائدة، وغندير قياس الماء ونصد الكوكوط. وبالنسبة اللي بغات المقادير ديال الحريرة مضبوطين، غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو السابق، راه فيه الحريرة ديال الحريرة اللي كنت درت السيمانة الفايتة. غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف، فيه الحريرة كاملة مكمولة من الأول حتى الآخر. هنا عندي نص كيلو من دقيق الحلوى مغربل من قبل، وكاس قياس العنبة من الفينو، شوية الملحة حسب الذوق، معلقة كبيرة من الخميرة، ونص معلقة من السكر، ومعلقة كبيرة من الزبدة. وكنجمع العجينة بالماء دافي، وبعد ما تجمعت مزيان خليتها تعجنات مزيان. القوام ديال العجينة خليته مخفيف بزاف، مقاس اكثر من القياس. قسمت العجينة على جوج، نص العجينة غنغطيه ونخليه للمخامر، ونص الاخر غندير به بيتزا. زدت على العجينة شوية من الزعتر، ومعلقة كبيرة من صلصة الاندلس، ومعلقة صغيرة من الصلصة الجزائرية. غنعاود نعجنها حتى ينسجموا مزيان. غنغطي العجينة ونخليها تخمر. هنا عندي بصله كبيره مشلضه، وحبه وحده من الفلفله خضراء مقطعه طرف صغار، وحبه من الفلفله حمراء مقطعه طرف صغار، وثلاثه ديال الدروس من الثومه محكوكين، الملحه حسب الذوق، نص معلقه من قاع قلاو بسيبسه، ونص معلقه من الفلفله حره سودانيه وكتبقى على حسب الذوق، شويه من الابزار، ونص معلقه صغيره من التحميره، وشويه زيت مخلطه ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. رديت المقله على عافيه مهيله باش الفلفله والبصله يتشحروا على خاطرهم، باش يطيبوا غير في الماء اللي غطلق البصله مع التحريك المستمر دائما حتى تطيب. وغنطفي عليها ونخليها تبرد. رجعت للعجينه ديال المخامر ولقيتها خمرات، ثاني دي بشويه الزيت وكنقسم العجينه. غنخليها تطلق واحد شويه وغندوز العجينه ديال البيتزا حيت حتى هي خمرات. قسمت العجينه على اربعه وخليتها تطلق. بما طلقت العجينه ديال المخامر غنورقها بشويه ديال الفينو مع الزيت. كنطلق الاولى ونحطها على جنب، ونعاود نطلق الثانيه ونحط وحده من فوق وحده. بهذه الطريقه غيجيو المخامر مورقين من الداخل. ندهن بشويه زيت وندير رشه خفيفه من الفينو، ونطوي العجينه بهذه الطريقه على ثلاثه. غنكمل بنفس الطريقه حتى نسالي كاع العجينه اللي عندي، ونخليهم على جنب يطلقوا شويه. وبعد ما طلقت العجينه بديت كنلوي فيها عادي، كندهن بشويه الزيت ما كنكثرش بزاف، وكندير رشه خفيفه من الفينو، غير كنلوي ونحط ما كنجمعهمش. رجعت للعجينه ديال البيتزا وكنورقها بهذه الطريقه، كندهنها بشويه الزيت وكنديرها رشه خفيفه من الفينو، ماشي بزاف غير شي شويه، وكنطويها على ثلاثه كيف ما درت للمخامر، ونحطها على جنب تطلق. وبعد ما كيطلقوا كنلويهم عادي بحال المخامر، وغي كنلوي ونحط ما كنجمعهمش. كنخليهم يطلقوا واحد شويه باش من بعد غنقسمهم. بعد ما طلقت العجينه ديال المخامر كناخذ خيط ونقسمها على جوج بهذه الطريقه، كنحطها ونقرصها واحد شويه، بهكا كيجيو صغار ومزيونين.
وكيجيو مقادين، ما كيجيوش شي كبير شي صغير. وهذه العجينه ديال البيتزا حتى هي غندير ليها نفس الطريقه، لكن غنقسمهم على ثلاثه باش يجيو صغيورين بزاف. وبالنسبه للعجينه ديال المخامر اللي كنت قرصت غطيتها تخمر، غنكمل بنفس الطريقه حتى نسالي كاع العجينه اللي عندي. غنقرصها ونغطيها ترتاح واحد شويه، يعني غنخليها تخمر واحد 15 دقيقه. بعد ما ارتحت العجينه ديال البيتزا كنهزها ونديرها في لاطه ديال الفران. غنثقبهم بمشطه اللي خليت سبيسيال كوزينه، لكن ما ساعدتنيش كتلصق، غنثقبهم بفورشيت. وبعد ما ثقبتهم كاملين بديت كنعمرهم بالعمارة اللي كنت شحرت وخليتها تبرد. درت زيتون خضر مقطع، وغندير الكفته ديال البقري خضراء ما طايباش، والفرماج محكوك، وفي التالي غندردر عليهم شويه الزعتر محكوك. غندخلهم للفران اللي سخنت من قبل، غنخليهم يطيبوا من الفوق، ومن بعد غنهبطهم لتحت، نخليهم يتحمروا شويه من الوجه ديالهم وتحمر شويه الفرماج ونحيدهم. وهادو اللي بقاو درت ليهم الزيتون، وغندير لهم صدر ديال الدجاج كنت قليته واحد شويه مع البصله وفرتتو. وفي الاخير غندير ليهم الفرماج محكوك وشويه الزعتر مدردر من الفوق، وغندخلهم الفران يطيبوا كيف ما غيطيبوا الاولين. ردت المقلاة تسخن وخليتها حتى سخنات، ودرت ليها غير شويه الزيت وبديت كنطيبهم عادي. وراه ممكن طيبهم في مقله شرقيه بلا زيت. غنكمل الطياب بنفس الطريقه حتى نسالي كاع المخمرات اللي عندي. البيتزا طابت وجدات، وحتى المخامر طابوا. هذه اللي عمرتها بالدجاج، كيجي المنظر ديالها زوين بحال الا فيها لاصوص دماطيشه ديال البيتزا. وهذه اللي درت فيها الكفته. بيتزا ديال اليوم جاو يا سلام. وهادو المخمرات كيجيو رطب وشهوه منهم، كيف ما تبعتوا معايا ما درتش فيهم الزبده غير بالزيت، وكيجيو رطب. وهالحريره وجدات كتجي هايله. وبالنسبه اللي بغات المقادير مضبوطين ديال الحريره، غنخلي لكم الفيديو ديال الحريره في صندوق الوصف، فيه الحريره كامله مكموله وبمقادير مضبوطه. شوفوا معايا هاد البيتزا كيفاش كتجي مجعبه من الداخل، كيجيو خفاف وبنان بلا اضافه ديال لاصوص دماطيشه ديال البيتزا، غير بهاد المكونات اللي درت كتجي هايله. بصحه فطوركم، وموعدنا من ورا الفطور مع التحليه الجديده كيف ما ديما. على بركه الله، بسم الله. لهاد التحليه غنحتاج نص سترو ديال الحليب، وجوج معالق كبار من المايزينا، وجوج معالق كبار من السكر سنيده، وديما السكر كيبقى على حسب الذوق. واحد فاني، واحد صفر بيضه. خلطت كلشي مزيان حتى نسجمو كاع المكونات، وعاد رديت الكسرونه من فوق عافيه مهيله مع التحريك المستمر دائما. ما كنحيدش يدير الكسرونه باش ما تلصقليش المايزينا في القاع ديال الكسرونه، مع التحريك المستمر دائما حتى بدا الخليط كيعقد، وطفيت عليه من الغليه الاولى. وملي طفيت زدت عليه 6 د المرصويات من الشوكولاط ابيض، وخلطت مزيان حتى داب الشوكولاط. وبعد ما داب الشوكولاط زدت عليه واحد دانون بنكهه الفاني، وعاود خلطت مره اخرى حتى نسجمو كاع المكونات، وحصلت على خليط كريمي. غنسكب الخليط مباشره في الكيسان وهو مازال سخون، وغنخليهم حتى يدفوا واحد شويه، وعاد ندخلهم للثلاجه، وغنخليهم حتى يبردوا مزيان وعاد نقدمهم. وبعد ما بردوا الكيسان مزيان خرجتهم للثلاجه، ودرت لهم تزيين خفيف ظريف غير بالبلال مقطع دواور، وديما التزيين كيبقى اختياري وعلى حسب الرغبه. والقوام ديال هاد التحليه كيجي يا سلام، مذاق روعه، والمذاق ديالها ما كيتقاومش، كتجي لذيذه لذيذه بزاف، من احسن واروع التحليات. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وما تنسوش ديروا لي لايك وبارطاج. هذا فضلا وليس امرا، وما تنساوش تشاركوا في القناه باش ديما يوصلكم جديد. والى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.